الآن أمر من محافظة الديوانية بفك احتصام حملة الشهادات العليا. أمر شخصي من محافظة الديوانية بفك احتصام حملة الشهادات العليا إلى جميع حملة الشهادات العليا بالديوانية. مو طريقة لفك الاحتصام أستاذ، مو طريقة لفك الاحتصام. لا مو صحيح، مو صحيح هذا الشيء، مو صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع عن حالة يعيشها المجتمع العراقي، وهي ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع، والحاجة التي تقود العراقيين أحيانا إلى اتخاذ يعني حلول لم يعتد عليها المجتمع العراقي من قبل، لم يرها إلا في زمن حكومات ما بعد الاحتلال، التي جعلت العراقيين اليوم يضطرون حتى إلى بيع أعضائهم في سبيل العيش. بداية خلونا نشوف هذا المقطع لشاب عراقي مع لقاء في إحدى القنوات التلفزيونية في الشارع تحديدا كان، وهو يتحدث عن حالته وكيف أنه قام ببيع كليته للعيش. خلونا نشوف. وضعي تعبان حيل، وهسه أنا عندي كلى واحدة بس. شلون معيش زوجتك وأنت؟ بعت كليتي. أي والله، هاي بعت كليتي. باع الكلى مالتي يا الكاظمي. اي والله بعد كليته هيان. يا برلمان باع الكلى مالتي وعايش بيها، عايش طفلتك اي والله. لا سكن عندي ولا كل شيء، هسه تروح للبيت اشوف تشنكوات ومزربات. يعني بعت الكلى مالتك حتى تعيش زوجتك وبنتك؟ اي والله بلقمة بالحلال. يعني ماكو تعليق، يعني ماكو كلام اقوله. شاب بعمر الورد باع الكلى مالته، مواليد 98، باع الكلى مالته حتى يعيش زوجته. بس اسوي مسكن حتى اعيش امارق، بس سويت مسكن، والمسكن تشينكو وللنص البيت حتى ما كامل، وبيتين بعده ما كان. شفتوا مشاهدينا الكرام المقطع، واحنا نسال الى اين وصل الحال بالعراقيين اليوم؟ إلى أين أوصلت هذه الحكومات العراقيين اليوم بعد 18 عاما من الوعود بحياة مزدهرة واستقرار ورخاء اقتصادي؟ ليش اليوم نشوف هذه النماذج موجودة في الشارع العراقي؟ طبعا هذه حالة بسيطة، هناك من قام ببيع أبنائهم، هناك من قام بالانتحار، هناك من سلك طريق الجريمة في سبيل العيش. لماذا وصل حال العراقيين إلى هذه المستويات المتدنية؟ واليوم البنك الدولي يحذر من 5 ملايين عراقي جديد قادمون إلى خط الفقر، تحت خط الفقر. وحديث وزارة التخطيط بالعراق تتحدث عن 40% نسبة الفقر اليوم في العراق، وطبعا هناك تحذيرات حتى من الأمم المتحدة أن هذه النسبة قد تصل إلى 50%. هذه الحكومات ماذا كانت تعمل طيلة هذه السنوات؟ لماذا لم تقدم شيء إلى العراقيين؟ هنتكلم أيضا بنقطة مهمة جدا، وهي نقطة توظيف الأجانب في العراق على حساب المواطن العراقي وعلى حساب أصحاب الكفاءات وعلى حساب شباب العراق اللي اليوم دا نشوفهم بهذه الحالة، ودا نشوف مثل ما عرضنا في حلقة سابقة حاصل على دكتوراه ويبيع دجاج بسوق شعبي في بغداد، حاصل على درجة الدكتوراه. المنتدى صنع السياسات والمقر في لندن قال إن حكومة الكاظمي هي استمرار لنموذج هشاشة المؤسسات الحكومية وعجزها عن التخطيط الاستراتيجي. أكد المنتدى البحثي أنه منذ عام 2003 لم توجد حكومة في العراق تمكنت من رسم خطة تنمية للإسكان والتعمير سواء في المدن الرئيسة أو النائية، وأكدت أن جميع الحكومات المتعاقبة فشلت في مناقشة ملفات الفساد بمجال الاستثمار في البناء أو أي مجال آخر. أيضا قال المنتدى إن الاستثمار في مجال البناء والإنشاءات في العراق يفتقر إلى خطة شاملة تدرس العلاقات بين حاجة المواطن وهيئة تلك المشاريع وأسلوبها واتجاهاتها. نبدأ باستقبال اتصالات من حضراتكم لإبداء رأيكم بالمقطع اللي شفناه،
وبإجابة من حضراتكم حول الأسباب التي قادت العراقيين إلى هذه المستويات، إلى هذا الحال اليوم، وإحنا في بلد غني. يعني إحنا لو نتكلم إنه العراق بلد فقير كان ممكن أنه يصير أخذ وعطى في هذا الموضوع، لكن العراق بلد غني جدا، بلد من أغنى بلدان الشرق الأوسط. لماذا الحال اليوم أنه العراقي يبيع كليته أو عضو آخر من جسده أو ابنه حتى في بعض الأحيان في سبيل العيش؟ أبو سعد من الفلوجة تفضل. مرحبا سعد، حياك الله، أهلا وسهلا. سعد تحكينا على الفقر وغيره. سعد احنا مو همنا الفقر، نعم، ولا همنا الضعف، احنا همنا ولدنا هالراحت. رئيس الوزراء يقول انسوهم. يا استاذ الله يخليكم، نعم. الدجاج كان ننساهم، لو هم الطليان كان ننساهم. رئيس وزراء، انتم تقولون رئيس وزراء، تقولون حكومه، نعم، يا حكومه يا استاذ الله يخليك، نعم، منين هاي حكومه؟ منين رئيس وزراء يقول انسوهم؟ يعني اكو واحد ينسى ابوه، اكو واحد ينسى اخوه، اكو واحد ينسى ابنه؟ يا ناس يا عالم، يقولوننا من هالكره التعنب، من تصريحات صالح المطلق والمشهداني صارت مناحة بالرمادي 12,000. نعم. 12,000 مو شويه يا عالم يا ناس. نعم. يا عالم، يا دول عربيه، يا دول اسلاميه، ذاكم احنا ما نريد الاسلاميه، نريد الناس دول غير الاسلاميه، الاسلاميه ما لها دور. نعم. يعني 12,000 12,000 يتقيبون ويتذبحون، احنا ما اصطفينا دوله، احنا اصطفينا اعداء بيناتنا. نعم. اريد اسالك يا ابو سعد، سيد ابو سعد، انت حضرتك كلامك طبعا، نعم، صحيح، انه ماكو شيء اهم من الانسان ان واحد يتناقش به وبملف، نعم، ملف المغيبين. لكن ايضا اريد اسال حضرتك، نعم، اليوم اهالي المعتقلين، نعم، العائلات اللي عايشه على شخص وتم تغييبه او اعتقلوه او خطفوه، نعم، دول شلون عايشين اليوم؟ احنا ايضا لما نسال، نعم، هناك ملف مغيبين، لكن حال الناس استاذ من ضمنهم اني، اني ابني رايح وياهم، نعم، اني اكل تراب، بس ما اريد الاكل، اني اكل تراب، ما اريد اكل، ما اريد شرب، نعم، اني اريد ابني، اريد اقف على ابني، نعم، يعني 12,000 الله اكبر، لا هي دوله غير دوله كان فاوض وياها، لا هي دوله زين دولتنا، واو وذولا، نعم، كنا ما يروحون، إذا راحوا 12 ماكو، إذا 12 يصير مثل ما يقول رئيس الوزراء صفى عليهم المي، البرلماني شك واحد بالحكومة من السنة ولا نقضى عليه، ليش كان هو السبب؟ ليش، نعم، ما يروح يعزل هاي، يعزل إقليم ما حد، ويخلينا ننتظر ونشب ونقعد على ولدنا؟ طيب، سيد أبو يعني سعد، يعني هو الله ما يخاف، هو يدفع ملايين ومليارات، نعم، وإحنا ما نريد لا أكل ولا نريد، نريد ولدنا. ابو سعد، انا اتمنى صوتك يوصل. انت حلبوس، انت رئيس البرلمان، انت من اجتمعت يا رئيس الوزراء، ما قلت له وينهم؟ زين من يذبحهم؟ ما تقول له من يذبحهم؟ يقول له انسوهم، شلون ينسيهم؟ نعم. سيد ابو سعد، انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. صوتك وصل، بس عندي اعتراض على نقطة التقسيم. يعني حضرتك اكيد بانفعال وغضب تشعر الان ايضا أنه أنت مظلوم في بلدك وتلجأ إلى هذا الاختيار، ربما هو شيء أنا أقدر طبعا حديث حضرتك، لكن اختيار غير موفق، لأنه العراق بالنهاية يعني هم زائلون اليوم، باكر عقبة بعد 100 سنة بالنهاية هو ما باقي لهم، هو باقي الأبناء، لأنه ذولا اللي موجودين بالسلطة حالة طارئة جت على العراق وستنتهي، ربما بعد سنة، 10 سنوات، 5 سنوات، الله أعلم. لكن فكرة تقسيم البلد، يعني أتمنى أنه هذا الموضوع، أنا أكيد متأكد أنه حضرتك في حالة انفعال وخرجت منك بهذه الطريقة. أتمنى صوتك يوصل يا أبو سعد. السيد أبو غالية من السليمانية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي خلينا لا نحكي على الفساد أو هذه الشغلات، هو معلوم يعني في، نعم، كل مجتمع عربي يعرف الفساد النهب والسرقة، نعم، لكن في برنامج من هذا الأحزاب السياسيين اللي إجوا، نعم، أول شيء بالبرنامج أن يسقط أخلاقية والبيئة والمجتمع العراقي، يسقط من هذا النواحي، من من
من ناحية المجتمع العراقي كان شون وهسه شون. في برنامج أن يستقبل هذا البيئة الاجتماعية في داخل العراق، هاي أولا. يوجد برنامج أقليمي في أطراف العراق، أقليميين داخل العراق أن يسوون عفيفية في العراق حتى يكون الفقر يكثر أكثر، حتى أن العالم يحتاج فلوس. ماكو فرق بين من زاقه لحد بصره. لا تقول لي أي هذا زين هذا مو زين، ماكو زين بالعراق. ليش؟ الدولة الإقليمية على الأحزاب هذول بس شلون تقول يعني ملعقة الدول الإقليم، ملعقة مال الدول الإقليم. الدول الإقليم يريدون هم يسوون مو بيدوم. ليش لعد مصدعين رؤوس العراقيين بالسيادة والاستقلال؟ واحنا بلد ما نسمح بالتدخلات الأجنبية، وبلد احنا صاحب سيادة وصاحب استقلال بالقرار. طيب غير هذه النقطة، أيضا غير هذه النقطة، هم اليوم قبل الانتخابات دي يوعدون بعض العراقيين بالحياة المرفهة، وحنسوي لكم المشاريع ونجيب لكم الكهرباء. هاي الاسطوانة اللي هي كل انتخابات الناس تسمعها، شو وقت تخلص؟ هذا كله طبعا كذب اعلانات بالتلفزيون. اخي هو العراق سقط اخلاقيا، سقط ويا الرئيس المخلوق سقط، اخلاق سقط، المجتمع سقط، كله سقط. هسه هذول جايين هم بس شلون تقول ملفزين الدول الاقليم، جايين يسوون على مود في سبيل كمفلس، على مود بس يبقون بالعراق، يبوقون ينهبون، يبون كل شيء. الدول الاقليم شي يريد هو يسوي، حتى منا تركيا هذا مستعمرين العراق، منا ايران، منا جنوب مستعمر العراق كامل تابع لايران، منا شمال تابع لتركيا. يعني انت وين باقي الوسط؟ انت احكم يعني ما باقي محافظه ان انت تقول يا هذا دوله عراقيه، هذا محافظه عراقيه، ما بقى. طيب. اي محافظه ما بقى بالعراق تقول انت هذا عراق فقط. طيب. من زاخو لحد بصره. سيد ابو غالي، نعم وصلت فكرتك، انا اشكر حضرتك. بالنسبه لتركيا بس باختصار شديد حتى لا نطيل الموضوع، تركيا هناك اتفاق بينها وبين العراق بخصوص حزب العمال الكردستاني، هذه المنظمة الإرهابية التي تثير مشاكل في جنوب تركيا، وتركيا تسعى للحفاظ على أمنها. لكن بالنسبة لإيران، إيران الوضع يختلف تماما. إيران تسيطر على الحكم في العراق، إيران ترعى الميليشيات في العراق، الميليشيات التي تقتل العراقيين. هناك فرق طبعا بين الدولتين وطريقة تعاملها وتعاطيها مع القضية العراقية أو العراق بشكل عام. عموما باختصار، اليوم احنا الموضوع مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام عن حالة وصل بها المواطن العراقي إلى أن يبيع جسمه في سبيل أنه يعيش، جزء من جسمه. هذا الشاب المواليد 98 لما يبيع كليته وهو في مقتبل العمر، هذا شلون ينظر إلى بلده؟ شلون ينظر إلى الحياة في بلده؟ لماذا وصل الحال بالعراقيين إلى هذا المستوى؟ ليش وصلونا إلى هذا المستوى؟ طبعا لجنة حقوق الإنسان النيابية قالت أن الفساد وسوء الإدارة وسوء إدارة الموارد وغياب الخطط الحكومية وراء ارتفاع نسب الفقر في البلاد. عضو اللجنة أحمد الكناني حمل الحكومة، حكومة الكاظمي، المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية على فئة الفقراء، ولفت إلى أن الفقر في العراق ناجم عن غياب الرؤية الحقيقية، إضافة لتعمد هدر حقوق المواطن، فيما تسبب تدمير المشاريع الاقتصادية ورفع سعر صرف الدولار بارتفاع معدلات الفقر خلال الفترة الأخيرة. خلونا نسمع اتصال أو صوت السيد أبو أحمد من صلاح الدين ورأيه بالموضوع. حياك الله يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا. بلا محلي، احنا والله يعني معاناتنا شريد السولف لك، يعني سولف باللي تحب تسولف. حل يعني معاناتنا يعني قوية. نعم، شنو مشكلتك يا أبو أحمد؟ يعني احنا يعني متدزين الطرق علينا، صار تقريبا بل 6 سنوات 7 سنوات يعني من هم اللي ضاغطين عليكم؟ يعني هاي تعرف انت هاي لا أنا ما أعرف، أنا أريدك أنت تقول لي، أنا أريدك أنت تحكي.
هي هاي الحشود وهاي مثل ما يقول الكامشين هاي المناطق الميليشيات يعني تتحدر يعني تجيب ماي الماي تشرب من الشر ما يخلوك ليش؟ ما يقول لك ممنوع يعني انت عاد تروح لو تروح تجيب من المدن لو يعني الشارع العام عندك مثل يبعد كيلو انت تمشي 40 كيلو على المود تجيب لك دبة ما تشرب مي منها يعني اضطرينا نشرب ماي يعني مثل ما يقول ماي مر من الآبار نعم اي حكومة المحافظة وينها؟ والله هي احنا غير الناشد هي الناشد المسؤولين بالمحافظة وينهم عنكم المسؤولين؟ صار لكم ايش قد بهاي المعاناة؟ صار تقريبا 6 سنوات شيء 6 سنوات، 6 سنوات وانتم تناشدون نعم. معقولة ما انتبهوا عليكم على وضعكم؟ والله تدري بالحكومة شلونها وتدري بالما يقول انت عايش بصلاح الدين وتدري اكثر مني. شلون الوضع هناك؟ طيب. شلون حكومة المحافظة تتعامل وياكم ويا مشاكلكم؟ والله احنا ناشد وما ماكو مجيب. نعم. ذولا نفسهم اللي حضرتك تناشدهم هم مرشحين للانتخابات. تتوقع ايش راح يقدموا لك اذا جوي واستلموا مناصب مرة ثانية؟ والله عاد مثل ما يقول هو يعني ما تعرف يعني شو يقدم لنا ما اعرف. يعني هو 6 سنوات انتم بالمعاناة، 6 سنوات ما قدم لكم شيء، تتوقع حيقدم شيء؟ والله اذا هو نفسهم هم ما قدموا شيء، بس اذا تغيروا غير هذا احتمال يقدمون يعني. نتامل مثل ما يقول نعمل خير. بمنو بالضبط؟ نعم. بمنو تتأمل خير يا أبو أحمد؟ والله إذا تغيرت هاي مثل ما يقول هاي الأذولة يعني غير جانا غير يعني وجوه. غير وجوه من نفس الأحزاب لو غير وجوه من شيء جديد من حكم جديد. لا اللي مثل ما يقول شرع ولا هاي نفسهم ما يعني ما هم نفس الشيء ما تأمل خير من إلى نعم. نفسهم. نعم. رأيك بالشاب العراقي نعم. أبو أحمد اللي شفته قبل شوي ما أدري شفت المقطع أنت لو لا؟ ولد مواليد 98 نعم شفته بايع كليته حتى يعيش، مو حتى يعيش يصرف اكل وشرب، حتى بس يعمر السقف مال بيته. صحيح. ليش احنا صحيح. وصلنا لهذا الحال؟ والله غير هي مثل ما يقول يعني حال عمل السياسيين ولا نعم. اشكر حضرتك نعم. يا ابو احمد من صلاح الدين، شكرا جزيلا. السيد ابو محمد من بغداد، تفضل حياك الله. أبو محمد لو تنصي صوت التلفزيون لو سمحت. أبو محمد من بغداد ما موجود. السلام عليكم. موجود أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. والله أستاذ هذول ما نشوف فهم خير بس الشر ذولا. نعم زين انجبزهم البلد لا دراسة لا علم لا فهم. نعم كل شيء ما يستهمون اللي يسمعوا البلد ونشوف الانتخابات هاي سنة من وزير الصحة يقلب إلى وزير المالية من وزير المالية يصير وزير الرياضة. شايف هيك في دولة؟ شايف دولة هيك في انتخابات؟ يعني هسه هاي أمريكا كل 4 سنين ينتخبون إن حزبين يصير رئيس من أي حزب. زين إحنا 50,000 حزب نعم ويطفر من وزارة لوزارة. زين هاي شلون بعد البلد؟ شلون البلد ما يضيع؟ ان شاء الله ما يضيع، ان شاء الله ما يضيع بوجودكم يا ابو محمد. انا اريد رايك تعليقك، اريد تعليقك على الفيديو ما ادري شفته لو لا، الشاب اللي بايع كليته على مود يعيش بالعراق. تعليقك على هذا الموضوع. هو السبب دولة من السبب؟ السبب الحكومه. نعم هم السبب دولة لان هذول يصبر يا اخي انت الانتخابات غير تغير وجوه. نعم ما يتغيرون يعني وزير مالية يصير وزير صحة بشرف صحيح في كينتا لأن يعني الصحة مو دراسة تدرس من الأول إلى السادس إلى أو إحنا نجيبها من رأس الهرم صحفي إجابة عن مطابرات نقول لك أجيبها من رأس الهرم مصطفى الكاظمي صحفي إجابة عن المخابرات. إيمو لو أقول لك يعني مو اختصاص نعم. يجي يلزم شغلة هو مو اختصاص
فشلون يعني اذا هو مختصر في الماده تضيع ولا ما يضيع؟ فلازم هذا يدرس كليه وبعدين يصعد مثل مهندس يروح على الهندسه، دكتور يروح على الدكتور. يعني مو يجي هو كان سايق في الشوارع يصير مثلا وزير صحه، ضاعت الصحه. جي صار وزير ماليه، ضاعت الماليه. نعم. مو هو الشعب المفروض الشعب يسوي حل. انتخابات انا افضل انتخابات للحين، ماكو انتخابات، انتخابات مزيفه وفاشله. نعم. فاشله، يطفر من مكان لمكان. نعم. هاي وضعيه. اذا انت برايك التغيير الجذري لازم يكون بعدين تبدا انتخابات على ارضيه صحيحه. إيه انا هسه اطلب من العشائر العراقيه كلها الى اكو يعني ناس فاهمين واذكياء. نعم. الانتخابات شكو واحد يطلع برلواني او غير برلواني او وزير من 2006 لحد الان كلهم مرفوضين. نعم. ما اريد ولا وجه من اي وجوه يبقى بالحكم بالانتخابات. اريد جدد الانتخابات، اريد على تغيير وجوه. نعم. ما اريد انا صار 18 سنه يطلع لي نفس الوجه يطفر من مكان لمكان. شرفك هاي لعب هاي الانتخابات يضحكون على العالم. اشكر حضرتك ابو محمد من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركه. عندنا السيد ابو محمد ابو احمد من الرمادي، تفضل يا ابو احمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ حياك الله، اهلا وسهلا. احنا نسال عن موضوع المغيبين بالدرجه. نعم. الاساس يعني هسه نعم. انا من نسمع بشرى يقولون يرجعون جماعه جرف الصخر. اي فعاد احنا يعني من نسمع هالشان زين، من يقولون احنا عجل اولادنا، من يقولون السجناء المغيبين بجرف الصخر. أي. زين وينهم ايش حاله؟ نعم. اي فعاد احنا الناشد يعني احنا نريد يعني مثل ما يقولون اكو خبر مفرح، يريدون اهم يريد يعني خبر بالاساس. ابو احمد الحكي ترى الحكي مو بفلوس، الحكومه تقول اكو. نعم. خبر مفرح، وين التطبيق؟ أي. وين التطبيق؟ اي مو هو احنا نحكي يعني احنا نريد شيء واقعي، يعني نريد يعني مثل ما يقول ولدنا يعني، وما نساوم عليهم بفلوس، ما نساوم، ما نقبلهم مال يقولون لنا شهداء، يقولون لنا ما نساوم عليهم خلاص. نعم. احنا نريد ولدنا اذا هم اموات يقولون لنا اموات ويعلمون لنا جثثهم. ليش اليوم يسمع العراقيين او مثل ما حضرتك سمعت الخبر المفرح. نعم. انه حيرجعون اهالي جرف الصخر ورا 7 سنوات من التهجير، ليش اليوم؟ نعم. ليش وينهم؟ وين كانوا؟ وليش ما رجعوا اصلا اهالي جرف الصخر؟ ليش الميليشيات احتجزت محمد الغبان وزير الداخليه الاسبق احتجزته ساعتين في جرف الصخر، ممنوع انه يدخل؟ نعم. هذا هنا واحد ممكن يسمع خبر مفرح ورا هذا الحادث اللي سمعه او اللي شافته. لا ماكو خبر مفرح، بس احنا يعني من يجيبون هيك يعني احنا نعرفها شغله انتخابيه ومن هذا الحكي يعني. نعم. نعم. إيه بس احنا نريد يعني اهم شيء الخبر اللي هو مال ولدنا يعني. نعم. اللي هذول صاروا يعني بالالاف. نعم. من الموجودين بالحكومه من السياسيين سواء في محافظه الانبار او اللي موجودين نواب داخل البرلمان يمثلون محافظات اخرى، منهم برايك اللي قادر انه يحل هذه المشكله، هذه المساله، مشكله المغيبين والمفقودين والمعتقلين؟ ماكو حد يعني، بس احنا رحمه الله هاي اول شيء نقول، نريد رحمه الله، بس احنا مثل ما يقول الناشد الخيرين الطيبين اللي عندهم غيره على يقول ولد مناطقهم، اللي هم يحكون وقال الانتخابات وحشه الانتخابات، اريد قبل كل شيء يطلعون اياهم قبل الانتخابات. نعم. هذا اللي نريده، الخبر المفرح اللي هم يفرحون كل ام وكل يعني ابن طفل اللي كان عمره 6 سنين سنه هسه صار 6 سنين و7. يعني شنو ذنبه يعني لا اب ولا، واللي عنده اخ واللي عنده مثل ما يقول يعني شنو ذنب هاي الناس؟ اشكر حضرتك ابو احمد من الرمادي، شكرا للمشاركه. عندنا السيد ابو ياسين من الموصل، تفضل يا ابو ياسين حياك الله. حيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد. نعم. استاذ العزيز. حياك. مستحيل العراق يصفي وبي محتل واكثر من محتل. في محتل وفي خونه، مستحيل العراق يصفي، احنا دناش كل العراقيين انا اقول لك. نعم. يعني كان يشكي لك هذا يقول لك مغيبين وكذا، المغيب ما يرجع لان بيد المجوس. والمجوس جايك مليان حقد. نعم. يعني حاقد من عهد الرسول ما قبل الرسول لحد الان.
فأنت يا عراقي إذا ما كلتنا نلتم وصير يد واحدة مستحيل شيء يؤخذ بالقوة، مستحيل يرجع إلا بالقوة. نعم. لولا الميليشيات هم دائما هم أجندة إيرانية. أما هاي اللي هذول الحفق لفق اللي بالمنطقة الخضراء، أنا أقول لك ذولا دعي رشحون برلماني وغير برلماني. إحنا هسه عندنا كلتنا نعرفهم إنه كل واحد يرشح، وأنا زعلت الأرض نقول عليه رسالة بالمجتمع. داي يرشح ينتهي حتى عرف في سبيل أنه بش يصل. طيب أنا يعني أريد أوقف ويا حضرتك عند نقطة ذكرتها وهي استرداد الحقوق بالقوة. طبعاً هنا التفسير من بعض المتربصين قد يأتي إنه القوة يقصدون بها أعمال مسلحة وهذا الموضوع يقود إلى الفوضى. لكن هل تقصد حتى بس نفسرها بشكل أصح، هل تقصد القوة قوة سلاح؟ لو القوة قوة موقف، قوة كلمة، المظاهرات كانت قوة، الطريقة السلمية بالتظاهر كانت قوة، يعني القوة لا ليست بشرط أن تعبر عن قوة مسلحة. نعم القوة السابع العزيز. نعم. إذا كان خلنا نرجع على تاريخنا، تاريخ ثورة العشرين في 1920 شنو كانت قوتهم؟ مو بس السلاح إنما وحدتهم. نعم. كان الشعب العراقي عند الوطنية يقف ما يقولوا ينسي دين، يعني بعض المرات احنا عندنا مثل بالعرب نقول الشيمة تقود الى النار. نعم. هو زين احنا من نجي على الشيء احنا بلدنا راح، انت من اللي يعمل لك؟ انا حسيت امي وابوي توفوا الله يرحمهم راحوا نسيتهم مرة شهر شهرين نسيتهم. نعم. اما الوطن جرحه ما يلتم ابدا ويومية ابشي من وراء عظيم الوطن. طيب يعني أريد منك تعليق مختصر يا أبو ياسين. نعم. حتى نسمع باقي الناس عن الفيديو، المقطع اللي عرضناه قبل شوية لهذا الشاب العراقي اللي وصل به الحال من الحاجة والفقر أنه يبيع كليته في سبيل أنه يعيش. تعليق منك على هذا المقطع. آلاف آلاف أستاذ، إحنا عندنا جرد هاي كثير هسه تعال حدث ولا حرج يا بليش بيع كله من الجوع من الماكو من العوش، يعني هذا ذي اللي جميع لأنه هذا شريف يقول أحسن ما تكب عرضي أنا أبيع كلتي أحني أموت ولا عائلتي تتبادل. نعم. يعني إحنا خاصة إحنا اللي تهجرنا الموصل والكرمادي. نعم. وأنا المهجرين كنا يقول للأسف الشديد يعني إحنا وقعنا عند اللؤماء، يعني شاومونا على العرض شاومونا على المال وكل شيء. نعم. يعني هم عراقي اللي شوامك ومن يدفعوا هذا يدفعوا الأجنبي. أريدك توضح ليها بصورة أدق اللي ساوموكم. نعم. حكومة. ايه. لو. نعم. لو ميليشيات. نعم حكومة. ايوة حكومة الميليشيات. اما منهم. استاذ العزيز. هسا نعم. عقصتك عند حشاي ذاك اليوم انا عندي ولد خوي من اللاجئة الضوعية وما عندنا. ايه. متهجد. يعني متشاجر نازل حول من 2-4-5 نازل على كركوك. نعم. متشاجر هو جيرانه بمشتكي على الجيران عامه مشاجرة بسيطة شرطة دعوة فيها نقول مشاجرة. فجاء نزح وين جاء الموصل تهجر النوب جاء وذاك اللي مراح الموصل هذا حكي من 2005. نعم. ذاك اليوم رايح ولزموه الشرطة، الشرطة منهم كلهم ضباط السنة اللي منهم العبيد والورياش وغيره وغيره ودرد أقول لك إياهم بالحرب الواحد جيني انت يا ضابط الشرطه قاعدين وقالوا احنا كنا ندور لك انت وين سوينا دعوه للارهابي اباني مرهب شنو المهم ولده رايحين على هذا الولد اللي اشتكى عليه يابا تعال قول لهم يابا قال لهم هذا مرهباني تشاجرنا وانا متنازل عنه. قالوا لا ما في الا 80 ورقه دولار ليكي الله ما طلعي. نعم. قلت له مفجوع ليش انطيت؟ قال لي يا خلي يسوون ارهابي وروح اروح اخذ بها سنين وانتهي. طيب تفضل هذول الحكومه من جابتهم هذول ولا الولد الفاشلات جابتهم ذول الميليشيات اللي يوالونهم. نعم ابو ياسين انا وصلت ويا حضرتك الى نهايه الحديث، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. طيب خلونا نذهب الى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود لنكمل الحديث.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية في حلقتنا لهذا اليوم، نتكلم عن موقف عرضناه في بداية الحلقة، أتمنى أنه يتم عرضه الآن حتى نكمل الحديث عن ما وصل إليه العراقيون في ظل حكومات ما بعد الاحتلال، الحكومات التي جاءت وهي تعد العراقيين بحياة مزدهرة، برخاء اقتصادي، بنظام آمن، ببلد مزدهر على كافة الصعد والمجالات. اليوم خلينا نشوف شباب العراق إلى أين وصل بهم الحال، نشوف المقطع. جهزوا لنا المقطع يا شباب لو سمحتوا، عرضوا المقطع اللي عرضناه في بداية الحلقة. طيب إلى أن يجهز المقطع، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية جددت تحذيراتها مرة ثانية من تداعيات استقدام العمالة الأجنبية إلى العراق في ظل أزمات اقتصادية وارتفاع لمؤشر البطالة. طبعا اللجنة قالت إن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق، يتقاضى هؤلاء رواتب بمعدل شهري يتراوح بين 500 إلى 1000 دولار، بمعنى أن هناك 1 مليار دولار شهريا تخرج من العراق إلى العمال الأجانب كرواتب. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أسباب تشغيل العمال الأجانب مفهومة، لكن في بلد فيه 40 مليون نسمة ونسب بطالة عالية جدا، فإن الحل هو بحث الشباب عن العمل في كل شيء وليس استخدام عمال أجانب. الشاب اللي شفناه في المقطع وغيره من كثير من العاطلين عن العمل من الخريجين وأصحاب الكفاءات والشهادات والخبرات، نراهم يجلسون على الأرصفة في الشوارع في العراق، في حين أنه بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الحكومية، هذه أرقام حكومية مشاهدينا الكرام، تقر بوجود 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق. تخيلوا لو كان هذا الرقم من شباب العراق، لو كانت نسبة العمال الأجانب لمن يحتاجهم العراق هي نسب لا تتجاوز 200 إلى 300 ألف على أكثر تقدير، والباقي من شباب العراق، كم كانت نسب الفقر والبطالة ستنخفض في هذا البلد؟ 1.5 مليون مواطن أجنبي دخل إلى العراق تحت شعار العمل والوظيفة، في حين أبناء الوطن اللي هم المفروض أولى بهذه الأموال يجلسون على الأرصفة. هذا الشاب العراقي لو كان يحصل على 500 دولار كحد أدنى ما كان اضطر أنه هو يسوي اللي سواه ويقوم ببيع كليته في سبيل العيش. خلينا نشوف المقطع. وضعي تعبان حيل، وهسه أنا عندي كلية واحدة بس. شلون معيش زوجتك وأنت؟ بعت كليتي. أي والله، هاي بعت كليتي. باع الكلى مالتي يا الكاظمي. اي والله بعت كليته هيان. يا برلمان. باع الكلى مالتي وعايش بيها، عايش طفلتك اي والله. لا سكن عندي ولا كل شيء، هسه تروح لي البيت اشوف تشينكوات ومزربات. يعني بعت الكلى مالتك حتى تعيش زوجتك وبنتك؟ اي والله، باللقمه بالحلال. يعني ماكو تعليق، يعني ماكو كلام اقوله. شاب بعمر الورد باع الكلى مالته، مواليد 98، باع الكلى مالته حتى يعيش زوجته. بس اسوي مسكن حتى اعيش امارق، بس سويت مسكن، والمسكن تشينكو وللنص البيت حتى ما كامل، وبيتين بعد ما كامل. استمعتم مشاهدينا الكرام الى الحديث مره ثانيه، خلونا نسمع كرار من الناصريه شو يقول. تفضل يا كرار، حياك الله. قناة الرافدين فضائية وكل جمهورك الكريم. حياك أهلا وسهلا. طبعا أستاذ، كل الإجراءات من قبل الحكومة لهذا الشعب المنكوب، الشعب المظلوم، الشعب اللي ما له كل حقوق من 2003 لهذا يوم 18 سنة وهم يحكمون، لا خدمات، الشاب العراقي ظال بالشارع، لا تعيينات، لا مثل ما تقول له حقوق مشروعة، ينص عليها الدستور، الدستور كيف لكل مواطن له مسكن ولحياة كريمة باقي، وحقا من الدستور وما جاء كافل، حقا من الحكومة جاء كافل، الحكومة منتهية بالبوق ونهب للمليارات. نعم. واختلاف المال العام ومزاد العملة وكل هاي، وهاي المواطن، وكاسة تجي الانتخابات وتشوف المواطن يصير هو بس هو وبس، يصير هو دعاية انتخابي، يجيبوه ويجون للبيوت يمسكون به على مود ياخذون من عنده صوته، وبعد غير الاربع سنوات ما حد يجي وما حد يعرفه وما حد يعترف به. نعم. لا موفرين له خدمات. المفروض الشعب من عده يوعى بعد هاي الوجوه اللي اتخذها، ما ينتخبها، ما يروح يتمسك لها، ما يروح على مود يعني مثل على 25 ألف يروح يحاطني يبيع صوته، لو على مود ورقه، لا، انت اليوم يا شعب اوعى
شوف بحال حالتك البيئة صار لك 18 سنة ما وفرت لك الطبقة السياسية لا نائب البرلمان جالك تقبالك لا ابنك متعين، يعني الشاب العراقي ظال لا بدون تعيين عنده شهادة متعين لما يروح يسرق أو يروح يقتل أو يروح تاجر المخدرات راح يقضونه يطبقون القانون عليه. فأنت يا شعب من هذا توع هاي الوجوه بعد الزبايد حسب ما نقول هسه أمام قناتكم الكريمة هاي بعد لا تدورون هالبرلمان مرة ثانية تستخبون هذول فاسدين سرقوا العراق سرقوا خيرات البلد سرقوا خيراتكم أنتم يا شعب أنتم مظلومين يعني شوفوا الدول دول الخليج هاي العايشة بخير ونعيم من ذاك اليوم من هذا اليوم معنا إحنا طيب صاحت بصدام ولحد الآن ما شفنا خير صحيح إحنا قبل كنا مثل ما تقول حصار علينا وكنا مثل بس كنا عايشين يعني عايشين بأمان عايشين مثل ما تقول بخير تعيينات كانت متوفرة يعني وين شغلات كانت متوفرة هسه إنما هالسياسة لا علينا حصار لا عندنا شيء وين فلوسنا وين حقنا وين حق الشعب وين حق الشباب هاي الضالة. نعم أستاذ يعني اليوم لما لجنة العمل تقول والشؤون الاجتماعية بالعراق تقول أكو 1,500,000 عامل أجنبي بالعراق يأخذون رواتب من 500 إلى 1000 دولار بالشهر يعني بمعدل مليار دولار شهريا تروح لعمال أجانب مو المفروض شباب العراق أولى بها؟ ليش هاي هذا التعامل ويعتمدون على الأجنبي؟ بتعتقد الموضوع بيه فساد؟ الموضوع مرتبط بصفقات فساد مثلا أو سرقات لأموال الدولة بشكل أو بآخر ينطون العامل مثلا 500 وهم حاسبين 1000 على سبيل المثال؟ تتوقع الموضوع بيه بوق بهالطريقة مثلا؟ لو ليش دي يعتمدون على الأجانب في تيسير عمل شركات ومؤسسات موجودة داخل العراق وابن العراق قاعد على الرصيف؟ نعم أستاذ هي الشغلة واضحة أي شغلة إلها فساد وإلها خراب وإلها دمار للشعب وللمجتمع هم تلقاهم بيه أكيد أكيد يعني هو يجيب من يجيب العامل نفسه ما تفضلت على طريق من يجيب العامل العامل بدل ما يعطي 1000 دولار يعطي 500 دولار والباقي ناخذ وياه بالمصور أكيد ليش يقول لك أجيب العراقي وأشغله وهاي وخليه يشتغل وتصير حالته زينة وحالته المعيشة يجوز تحسن لا أجيب العراقي مراحل عينه ما راح يحصل شيء بينما هسه تروح هسه كشاب احنا هسه اليوم نحشي بالحياة العامية كشاب هسه اليوم نتري التعيين متروح لنا شو يقول لك حط لك 30 واقع التعيين اطلق لما تروح المسؤول لو تروح المدرسه اطلق يا بهاجد مبلغ غلط عين تروح على المدير العام يقول لك يا اطلق هاجد انت من حزب فاسد او انت من صفقه فاسده وتروح تقتل احنا عندنا هواي حساب تروح تقتل لما تروح تفوق تروح تنهم وتصير مأساة تبع علم عينونك تعيش تحت ظلم بينما لا انت بينما تريد تعيش كمواطن حر وتجيك راتبك الدخلي الشهري كدخل لك تسند لنا عائلتك تسند لنا بيتك ما اكون معكم ويش عندهم هم بوت اختلاس اموال غسيل اموال هم ما شغلتهم هم نهبوا العراق من 2003 لحد 18 سنه شنو قدموا للشباب العراقي هم العراق الشعب العراقي يطلع يحاكمهم شنو قدموا له شنو الطول شنو من خيرات البلد العراق هاي ما تخلص شنو قدموا للشعب العراقي شنو قدموا. نعم استاذ اشكر حضرتك سيد كرارة من الناصريه شكرا جزيلا لك للمشاركه. عندنا السيد ابو ياسين من دياله تفضل يا ابو ياسين حياك الله. حياك الله اخي محمد وحياك هذا المحترمين الله يسلمك يبارك فيك تفضل اخي محمد. هذا الولد الشاب هو باع عضو من جسد فهو ضرر للجسد نعم لكن اكو شغلات يا محمد راحت الضمير والقيم والمبادئ والشرف حشر طيبين والله لو اشوف شكل الوضع داخل العراق ببغداد شوف الفساد وين ليش؟ لأنه سبب القضاء فسد ورجال دي حتى طيبين فسدوا يعني عوف النفط وعوف شغلات أكل إيرادات مع العتبات المقدسة مشاريع وهمية جات تصل بها المرجعيات الكفيل وغير الكفيل وهذا الشعب يقاتل الجوع يعني مثل هذه الحالة ما تشوفها المرجعيات. طيب خلينا من المرجعيات بس اسمح لي خلينا هسه من المرجعيات. المفروض أكو دولة وكو حكومة مؤسسات مثل ما هم يقولون دولة مؤسسات مثل ما يسموها ووزارات وقانون ونظام. خلينا من هاي الجانب مال المرجعيات ومال المؤسسات الدينية الموجودة لكن الدولة هي صاحبة الميزانية وصاحبة الخزنة واللي لديها المليارات مهما كان يدخل إلى هذه المراقد الدينية أو العتبات أو هذه المشاريع ما راح يكون سوى جزء بسيط من اللي تمتلك الدولة. الدولة أين هي؟ وين هذه المليارات؟ ليش اليوم احنا نشوف شباب العراق او حال ابناء العراق اليوم بهذا المستوى؟ اليوم لما تقول الحكومه وزاره التخطيط عندنا 41% تحت خط الفقر وتحذيرات من البنك الدولي ان هناك 5 ملايين عراقي مقبلون وقادمون باتجاه خط الفقر يعني حيرفع النسبه اكثر. الدوله وين؟ محمد الدوله الموازنه يتقاسمون على احزاب، الاحزاب تحت خطه. من اتحدث لك على المرجع لانه الوقف الشيعي
والوقف السني مع هي لازم ياخذ الموازنه. موازنه وين جاي تروح؟ للفاسدين. اما للشعب ما في تحسين حاله معاشيه نهائيا. ما طلت القرن الموازنه تتقسم على رؤوسهم وهذه الاحزاب تجيب بي الساعه تقتل بينا. هذا هي لا تروح الفلوس. ما في عمار ولا بس خلينا نسولف عن الحصه التموينيه. كنا ناخذ حصه قبل التموينيه نبيع من عندها وعايشين بيها. السائل من جتنا القائمه وهذول المعممين 47 ما تصور قلنا وين وديها؟ لكن حصتنا حصتين ما حاصينها قسمين لو كل 27 طن لو تمس وشكر لو طحين شكر ما حاصينها. هاي الموازنه تروح الفاسدين. فما يقول هو القضاء فاسد هذا هو هذا حاله يبقى لان شوف السائل اللي من ياخذون الشعب يسوون بها دعايات انتخابيه والشعب قاعد يتجوع واقول لا تروح تقبلهم ولا تروح تنتخبهم ولا تسوي صوره للمعلمين. شوف السلم من يتحدث عني بهذا الكلام مالي. شوف الجماعه اسمه مرتضى الصدر الصاله وين عايشين؟ بالعشوائيات. نعم عايشين بالطين. يعني هو عنده 6 وزراء و54 نائب برلماني في اخر حكومه. وعنده محمد عنده طياره خاصه به. وهذا هذا مستوى يقول طب الرئيس شخص فاسد. طيب يسولف بالاصلاح وابو الله الحمد كان عنده جيبات 82 هو اليوم عنده طياره عنده فلوس طايله مدري 80 مدري 40 مليار دولار ماخذها وهاي الناس قاعده تلجوع حتى لو في الجماعه ما منطيهم حتى تتقسم ذول مثل العصابات القتله قاسم المصنع وغيره. اشكرك يا وصلت فكرتك يا ابو ياسين. اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. خلونا نقرا بعض الرسائل. عندنا رسالة من أحد المشاركين يطالب يقول بأنه أرجو منكم أن تتكلمون عن هيئة الضرائب بالبصرة. يعني هناك يبدو أخطاء، هناك مشاكل في تقييد بنايات والضرائب، ويقول بأنه الأمور مختلفة يعني بالأوراق شيء وعلى الحقيقة شيء آخر. يعني إن شاء الله. شكرا جزيلا. عندنا رسالة أخرى من أحد المشاركين يقول الأستاذ محمد مسؤولي محافظة صلاح الدين فاسدين وحرامية وميليشياوية. عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول العراق بدون حكومة وإدارة العراق يبقى بهذه الدوامة حتى القضاء على الاحتلال وأعوانه والعملية السياسية الفاشلة الفاسدة. الفساد في العراق وصل إلى حد لا يطاق للنخاع. الإدارة فاسدة، القضاء فاسد، الأجهزة فاسدة، الأجهزة الأمنية فاسدة، ميليشيات فاسدة، الأجهزة الخدمية فاسدة بالكامل في كل المجالات، وبعض منظمات المجتمع المدني فاسدة بدون استثناء للبعض طبعا. واليوم الشعب العراقي لا حول ولا قوة له، لك الله يا عراق. ويقول بالنسبة يقول حتى آخر مرة أرسل الرسالة. طيب أشكرك يا أبو حاتم. عندنا رسالة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر قناتكم على هذا البرنامج. أنا أنوار من الناصرية، عندي أخ مسجون بسجن الحوت، راح بجريمة ظلم بسبب أصدقائه، طلعوا من الجريمة براءة بسبب أموالهم، اشتروا الحكومة كلها وألبسوا الجريمة براس أخويا بسبب تعذيب، اعترف وأطالب بإعادة محاكمة أخويا لأن هو بريء، والسلام عليكم. طبعا ملف المعتقلين والمغيبين ملف كبير وخطير وشائك، ولغاية الآن لا يوجد أي فتح لهذا الملف من قبل أي مسؤول داخل السلطة. هناك من يتحدث عن أرقام من المسؤولين داخل العملية السياسية المشاركين في هذه الحكومات من أحزاب طبعا ونواب وغيرهم، هناك من يتحدث عن أرقام، هناك من يتحدث عن حالات، هناك من رصد ربما حالات، لكن لا يوجد أي منهم كانت لديه الجرأة الكافية للوقوف ضد هذه الأحزاب أو هذه الميليشيات أو هذه الأطراف التي دائما ما تفاقم من معاناة العراقيين باعتقالها لمزيد من الأبرياء، مزيد من طبعا السجون أكيد فيها مجرمين وأكيد فيها من هم خالفوا القانون فعلا، لكن هناك نسب كبيرة جدا بأرقام دولية وتأكيدات حتى من السلطة أن هناك من هو موجود بالمعتقل بلا أوامر قضائية، يتعرض للتعذيب بشتى أنواع والوسائل، ويعانون داخل هذه السجون والمعتقلات بطرق شتى. تقرير لمؤسسة الصحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا المقر، قال هذه المؤسسة قالت إن 3 ملايين عراقي جدد
سيعيشون تحت خط الفقر وسيعانون من العنف الأسري والأمراض الاجتماعية الأخرى بسبب تداعيات فيروس كورونا. جاء في التقرير أن حظر التجوال أثر بنسبة كبيرة جدا على أصحاب الأجور اليومية، حيث أن حوالي 13 مليون عراقي يعتمدون على الأجر اليومي في عملهم، وأكدت المؤسسة تأثرهم بشكل مباشر وغير مباشر بالإغلاق العام والحظر الذي رافق جائحة كورونا. تابعت المؤسسة أن جائحة كورونا أضافت 3 ملايين مواطن عراقي جديد إلى خط الفقر. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.